يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت في السنة الماضية وطفت 7 أشواط وأنا على غير طهارة، وكنت لا أعرف أن الطهارة شرط للطواف، فهل حجي صحيح؟ حجك صحيح، لكنه لا يتم إلا بالطواف. ترجع بارك الله فيك، ترجع وتؤدي الطواف، لأنه ليس له وقت نهايته، ليست له وقت محدد، ترجع وتطوف طواف الإفاضة. إن كان حصل منك جماع فتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء مع الطواف. نعم.